السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنشوف فكرة البنطلون الواسع اللي هو معمول من قماش الرب، الوسط الوأسك والرجل واسعة، والجناب بتاعته سليمة ما فيهاش خياطة. البنطلون دوت ممكن يلبس أكتر من مقاس، واسع زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. نقول يا جماعة من قماش الرب هياخد حوالي متر وربع قماش عرض 150. طبعا هو ده قماش الرب، باين اهو مقلم في خطوط بالطول، كمان في لكرة شايفين. تعالوا كده نشوف هنقصه ازاي. البنطلون ده سليم من الجناب زي بنطلون البيجامة، ما فيهوش خياطة من الجناب علشان الخطوط دي تطلع عدلة من عند الجنب، تطلع الخطوط مظبوطة. هطبق اول حاجة البنطلون القماشة كده طبقتين، طبقت القماش طبقتين اهو كده 75 فوق و75 تحت. هطبق كده كمان طبقتين فهيبقى اربع طبقات، في جزء اكبر من جزء. الجزء ده هيبقى حوالي 6 سنتي. هنخلي بالنا بس البنطلون ده يا جماعة له خطوط بالطول، الخطوط اللي بالطول ده البنطلون هيبقى مقفول من الجنب، ما فيهوش خط خياطة من الجنب، تمام. فأنا كده طبعا احنا مظبطين الطول بتاعنا على الطول الخارجي اللي هو بتاع البنطلون زائد تانية الرجل. كمان هنعمل الأستك منه فيه، اللي هو هطبق كده جزء من فوق كده، الجزء ده على قد الاستك العريض اللي ايه اللي هيتركب فيه. خلاص كده هاجي بعد بعد الجزء بتاع الاستك ده بقى بظبط الطول الخارجي اللي هو طول البنطلون اللي احنا واخدينه تقريبا كده. نشوفه كده بالماسوره، انا طبعا مظبطه القماش على قد الطول. ايه كده تقريبا 108 سنتي، تمام كده. طيب خلاص كده هنيجي ناخد الداخلي. الداخلي بتاعنا حوالي 80 سنتي اهو، 80 اهو لغاية كده. اول ما اخده كده يا جماعة ادخل حوالي 4 أو 5 سنتي. خلي بالكم القماشة فيها لكرة، فانا مش عايزة ادخل كتير كده. دخلت كده 5 سنتي اهو كده 5 سنتي. هنروح عاملين منهم زاوية قايمة لفوق. غير اللون، غير اللون كده الخمسة سنتي. وسارة قالت لي غير اللون لان مش باين. هطلع زاوية قايمة لفوق كده كده، تمام كده. طيب هاجي كده من الزاوية القايمة دي من الجزء ده كده، هطلع كده 2.5 سنتي واروح مدورها كده. خلاص كده احنا مظبطين ربع الارداف. يعني لو واحدة دوران اردافها مثلا 100 أو 110 بنجيبهم كده، بنقسمهم على بنجيب على المزورة كده ونقسمهم على الاربعة واهم نحط كده. احنا طبعا المقاس بتاعنا هو اكبر من كده، انا عايزه لما اقيس ربع الارداف بعد الخمسة سنتي تيجي على نهايه القماشه كده. ليه؟ لان انا مش هعمل خياطه في القماشه، مش هعمل خياطه في الجنب، فانا عايزه المقاس يبقى مظبوط. فاحنا عندنا مثلا محيط الارداف 110 تقريبا او اكتر. 100 وكام؟ 130. اوكي ماشي كده، جبنا المقاس بتاعنا اهو، مش حطله مقدار راحة خالص لان القماشة بتمط. حطينا كده اهو شايفين كده، جاي على اخر الجنب هنا. ليه؟ لان ما يتلبس القماشة فيها لكة. خلاص كده كده خدنا الربع الارداف بالظبط من هنا لهنا، ربع الارداف وبنزل بالرجل على اخرها. طيب عايزة اعمل الخلفي. الخلفي هعمله ازاي؟ هزود من هنا كده كمان 5 سنتي، 5 سنتي اهو، تمام كده. هعمل ايه؟ هطلع كمان في الحردة بتاعت اللي هي كام دي كده، الزاوية القايمة اللي هنا دي كده اللي هي دي، هطلع فوقها كمان 1.5 سنتي كده من هنا
وهكبر الحردة بتاعت الخلفي، هو القماش اللي صعب الرسم عليه بالطباشير. خلاص وسعت كده، هطلع على مفيش كده اهو، تمام. طيب هتفضل بقى معانا الرجل من تحت. انا كده زودت من هنا 5 سنتي، هل ال5 سنتي دول هنزل بيهم كلهم لتحت؟ هقول لا، هنقللهم من تحت شويه. هقللهم قد ايه من تحت؟ من هنا هيصفوا معايا على 2 او 3 سنتي، تمام. هاخد كده 2 او 3 سنتي، خدتهم 3 سنتي اهو، والمفروض ان انا بوصل النقطه دي للنقطه دي. جيب كده مسطره، هوصل بقى كده كده، مش عارفه هيبان ولا لا، بس كده البنطلون هو كده بس وسليم من الجناب. هقصه وهنشوف طريقة تقفيله الأول، بس نحط الطبقات دي كويس كده ونعملها بالبوص عشان ما تتحركش مننا. هقص الخلف الأول اللي هو الكبير. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقص الحردة الكبيرة اهي، طبعا البنطلون بقسم اهو، بقصه اهو. كده خلصنا، خلصنا الخلفي. الامامي بقى اهو اهي معايا كده، شايفين كده. باين الفرق كده بين الامامي والخلفي. هفتح الرجل بقى من هنا، مهم جدا ان انا اتمم على الاطوال الداخليه للبنطلون اهو، الطول ده مع الطول ده الاتنين قد بعض بالظبط اهو. هنفك كده بقى القمر بتاعنا ونشوف تقفيل البنطلون. كده فردته، دي الحرده الصغيره دي الاماميه هقفلها كده، ودي الخلفيه كبيره هقفلها كده. هقفل كده الدبابيس ونشوف. بنطلون سهل جدا، ممكن يخلص بالظبط ما ياخدش ربع ساعة خياطة. كده قفلت الخلفي، هقفل الأمامي. خلاص أنا قفلت كده الأمامي أهو، قفلته بدبابيس، والخلفي أهو. كل الحكاية أنا بقى هفتح بقى البنطلون كده اهو، شوفوا كده، هحط الحجر على بعضه اهو، هبدأ أقفل الرجلين اهي. هقفل كده ونفرد الرجل التانية. زي ما حضراتكم شايفين كده يتقفل كده 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 كده، وبعد كده بركب له الاستك، الاستك العريض. ده كده البنطلون يا جماعه بعد ما عملناه بدبابيس، لسه ما اتخيطش طبعا، بس طالع شكله جميل، لسه هيتظبط. ركب له الاستك ويتين الرجل. يا رب الشرح يكون عجبكم، ان شاء الله تنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة. انتظروني، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. فاترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.